أظهر استطلاع للرأي تشاؤم الإسرائيليين من الحكومة الجديدة المرتقبة، حيث أظهر الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن 42% من المواطنين يعتقدون أن وضع إسرائيل سيزداد سوءا في ختام ولاية الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد 4 سنوات. عن الشأن الحكومي سنفصل أكثر مع ضيفنا الكريم محمد بصالحة، مستشار إعلامي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مساء الخير، كل عام وانتم بخير. بداية، كيف تقرؤون استطلاعات الرأي التي تدل على تشاؤم الإسرائيليين من الحكومة العتيدة؟ باعتقادي أن نتنياهو جدا ذكي، وهو مروض كبير جدا، وأنا مسؤول عن كل كلمة أتحدث بها الآن. هو أراد أن تصل الاستطلاعات الرأي إلى هذه الحالة، وبالتالي من ناحية التدقيق في الاستطلاعات كان هناك نسبة 51%، هم غير راضون بالتمام من مجمل كل المستطلعين، إن كان من اليسار والوسط واليمين، غير راضين من عملية هذا الاتحاد بين هذه كل الفئات التي قام بتجميع نتنياهو. بينما كان نسبة 43% حتى 43% من أوساط اليمين واليمين الفاشي واليمين المتشدد وأوساط الليكود هم راضون، لكن حتى 20% من هذه المجموعة، انظري جيدا، هم متوجسون. فإذا ما جمعنا كل هذه المعلومات وجمعنا كل هذه المعطيات، واضح جدا أن نتنياهو ليس بغبي، وهو يترقب ذلك وهو يعد لذلك. وباعتقادي أن أفضل صورة وأفضل وصف يمكن وصفه هو بوادي الذئاب. كل هذه الذئاب هي قوية، جهزت أسنانها لتفترس إما الميزانيات وإما الانقضاض على القوانين وتغيير القوانين، وبالتالي هم يتحدثون الآن عن انقلاب جدي من دولة ديمقراطية إلى دولة الشريعة اليهودية، وهو ضرب وإساءة كبيرة جدا لماهية الدين الذي يجب أن يأتي بالعدل والمساواة والمحبة وعدم التمييز. فكل القوانين وكل هذه الذئاب التي وصفتها أتت لكي تفترس كل من طرف، كل طرف يفترس الطرف الذي يعلم عليه. مثلا نحن العرب، قد تستغربين، لسنا الآن في الاستهداف الأول، في هذه ليست مفاجأة، ربما آخرون يعتبرون أنها مفاجأة، لكن الاستهداف الأساسي هو كسر شوكة الوسط واليسار وكسر شوكة الديمقراطية. وبالتالي حتى قضية التخوين وصلت إلى عندما تكون خائنا حسب العقيدة اليهودية يمكن لك أن تعدم. يعني عندما يكون يائير ابن نتنياهو اليوم في جالية إسرائيل، إذاعة جالية إسرائيل هي أكبر وأقوى إذاعة إسرائيلية يمينية متطرفة تعطيه مساحات واسعة جدا، وماذا قال؟ قال أن كل القضاة ورجال القانون والمستشارون الذين عملوا في ملفات والده، قال بأنهم خون. وما هو مصير الخائن؟ يسأل المذيع، هو مسيطر على هذا الراديو. فالمصير حسب الدين اليهودي هو القتل والإعدام، وتمر مر الكرام، تمر هذه المقولة لابنه مر الكرام. فواضح جدا أن في هذا السياج الذي وضع فيه الذئاب هناك سيكون أعطاهم كل شيء، أعطاهم ما يريدون، ووقع معهم كل الاتفاقات، وهو ليس بغبي. وبالتالي في أول طلب من أجل أن يحقق لهم ما يريدون ولن يتحقق ذلك، هو طلب بسقاط هيئة جبروت عندما يتم التغلب على محكمة العدل العليا وإلغاء القوانين أو الحد من صلاحية محكمة العدل العليا. وهنا ستبدأ الحكاية وستتضح كل الأمور، حتى قبل ما يتم الحسم في قضية. طب أنت برأيك أن المعارضة هزيلة جدا ويصعب عليها أن تحاكي الشارع وطلباته، وأيضا أن تلملم نفسها كي تواجه كل السياسات التي تنوي الحكومة المتطرفة القيام بها؟ أيضا المعارضة تعلم جيدا، وهناك أشخاص في المعارضة سياسيون مخضرمون يعلمون جيدا ماذا ينتظرهم من بنيامين نتنياهو وحلفائه، ليسوا هم قادرون على رص الصفوف من جديد ومجابهة هذا اليمين المتطرف وقوانينه وتصريحاته العنصرية؟ تعالي لأعطيك أيضا في نفس الاستطلاعات التي تحدثت عنها وأنا أتحدث عنها، كان هنالك معطى مهم جدا، وإذا لم تتناوله وتبحثه هذه المعارضة بكل أقطابها ستخسر الكثير من الخسارات القادمة.
46 حتى 47 من مصوتين هذه القوائم أو هذا الطرف اللي هو الوسط واليسار هم غير راضون عن الأداء بتاتا، ويقولون أن عملية التنافس هي الآن ليست في محلها، انتهت الانتخابات وخسرتم جميعا. وهذه المجموعة اللي تعلم ماذا بيدها، مجموعة المعارضة بيدها حتى الآن القضاء، بيدها حتى الآن النقابات، بيدها حتى الآن السيطرة على الرأي العام والإعلام. غالبية أجهزة الإعلام في إسرائيل هي منحازة، وحتى الشباك وحتى الموساد في مؤسساته الداخلية هو ليس بيميني ولا يتصرف بيمينية ولا يتصرف وفق الآراء ووفق المبادئ اليمينية. إذا ما المشكلة؟ مشكلة أنهم يضعون الأهداف بعيدة عن الشارع وبعيدة عن الرأي العام ولا يأتون إلى الرأي العام. وأكثر من ذلك عندما يتحدث نتنياهو هذا المساء مثلا أنه سيكون ضد قضية القانون العنصري، إلغاء القانون العنصري، يعني فتح المجال أمام أي شخصية عنصرية كهنية قادمة بأن تتمثل في الكنيسة. قال بالحرف الواحد أنا لن أوافق على ذلك، وهو وقع بذاته مع سموتريش ومجموعة سموتريش على هذه القوانين. إذا ما الهدف؟ الهدف هو كسب نقاط أيضا على المعارضة، بينما لم تفلح المعارضة حتى اليوم من لملمة جراحها وحتى فتح يعني قنال من التفاوض مع الأحزاب العربية حتى بضمنها الموحدة التي هي محسوبة عليهم. كيف سيتم مواجهة القوانين وسيف ستكون هنالك جبهة موحدة؟ نعم سيد محمد مصالحة، أنا أعلم تماما أنك واثق بأن هذه الحكومة تشكلت وأخذوا الشركاء كل طلباتهم، ولكن هناك سؤال ربما يعني سأعتبره سؤال مشروع وحتى وإن كان سؤال غير منطقي، ولكن السياسة تحمل الكثير من المفاجآت. ألا تعتقد ربما الأيام المقبلة ستحمل لنا بعض المفاجآت وربما نتنياهو سيستغني عن أحد من حلفائه وينضم غانتس إلى تشكيلة الحكومة؟ لن يحدث ذلك بظروف طبيعية عادية، لا أبدا. هذا مثل الولادة، يحتاج إلى عدد من الأشهر ومن الوقت الكافي ومن الظروف المناسبة حتى تحدث هذه المفاجأة. قلت لك أنه جمعهم في سياج وجمع كل الأدياب، كل في حسب نوعه وشكله ومدى خطورته، هو يريد أن يطلق كل الصرخات ويريد أن يخيف كل الدولة ويخيف أيضا المعارضة، وهو يريد أن يصل أيضا، انتبه جيدا، إلى صفقة ادعاء، صفقة الادعاء لم نتحدث عنها. كل هذه المنظومة وضعها في قبة واحدة، وضعها في سلة بيض واحدة، وهو يراهن بالتمام لأنه يقرأ بشكل جيد، وهو يعني يصرح مرتين للعالم، يصرح بشكل للرأي العام العالم، يصرح يطمن أمريكا، يطمن أوروبا، يطمن دول الجوار، وبالتالي يصمت صمت أهل الكاف مع شركائه. لكن نعم. هو ليس بالغبي، هو متعب، هو مثقل، وهو نعم. لا يعي شيء. واحد بأن الشارع عندما يتحرك الشارع الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي بإمكانه أن يقلب كل الموازين، لذلك نعم. المفاجأة لن تكون سريعة بتاتا، لن تكون سريعة. طب المستشار الإعلامي والمحلل السياسي محمد مصالحة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير.